إذا بنطلع هون على هذا الفايل، هون عندي AC voltage source، تأكد من الفريكونسي تبعته. البيك امبليتيود تبعه، البيك امبليتيود ايش معناه بالحالة هاي؟ أي فاليو هذا؟ الـ RMS؟ ولا ايش؟ المعامل تبع الساين اللي هو الـ V peak، V peak أو الـ V max، والفريكونسي هون 50 هرتز. عندي هون أنا استعملت أربع ديودات، ايش هذه الأرينجمنت؟ ايش هذا الريكتيفاير؟ فول ويف تمام، ايش البلس نمبر تبعه؟ 2 بلس. طيب نتاكد منها، المفروض اذا كان هذا فعلا 2 بلس معناها الفولتج اللي طالع عندي هون ايش لازم يكون شكله؟ لازم يكون له في 360 درجه له 2 بلس. خلينا نتاكد. انا عندي السبلاي 50 هرتز، 50 هرتز 1 على 50 قديش بيطلع؟ 20 ملي سكند. اذا خلينا نيجي نطلع هلا هون. طلع الويف فورم اللي موجودة. إذا الويف فورم أول شيء حتى أعرف عدد البلسز لازم أعرف إنه 50 هرتز قديش الكيرة تبعتها؟ 20 ملي سكند، هي 20 ملي سكند. إذا بدك تتأكد اعمل زوم في الإكس أكسس. إذا هذا من 0.06 ل 0.08 مش هذول 20 ملي سكند من هون لهون مظبوط؟ 0.08 minus 0.06 بعطيني 0.02، 0.02 سكند يعني 20 ملي سكند. إذا خلال 20 ملي سكند كم بلس عندي بالأوتبوت؟ واضح إنه عندي 2 بلس، إذا هذا 2 بلس ريكتيفاير، هذا أول شيء. ثاني شيء إذا جينا اطلعنا هون، خلينا نطلع على الكرنت، أول شيء خلينا أضبط قيمة الريزستر حتى تكون مناسبة، بلاش تكون خلينا أعملها 10 عشان يبين معي، أو خلينا نحطها 2 2 أوم. لما بحط هذه 2 أوم هلا المفروض يبين معي الكرنت، إيش المفروض شكل الكرنت ويف فورم يكون؟ لازم يكون يشبهه تماما، هو سكيلد فيرجن منه. ليش؟ لانه اللود ايش؟ ليش هذا الشكل بيشبه هذا الشكل تماما ما بيختلف عنه؟ لانه ار هذا ريزيستيف، والار ريزيستيف راح يكون الكرنت شكله بيشبه تماما شكل الفولتج، بس الفاليو راح يكون عباره عن في على ار. اذا هون زي ما شايفين هون واضح انه هذا نصه تقريبا، هذا كان اقل شوي من 100. هو ليش اقل من 100؟ دكتور الاي هو الزهره اي واحد؟ التحتاني. التحتاني صحيح. صح. الفولتج واصل اول واحد. صحيح صحيح صحيح. هي الفولتج وهي الكرنت. هلا هو ليش هذه اقل من 100 بشوي؟ حطيناها 100 كانت قيمتها. مش حطينا هذه 100؟ 100. ولا هل هي ترانزيت هاي؟ ما بعرفش ليش هاي القيمة هون مش 100 بالضبط. هي هون يمكن بس مبينة بالدايجرام. طيب اوكي بالرسم. إذا هون عندي واضح الكرنت راح يكون الكرنت شكله راح يكون نفس شكل الفولتج. هلا شوف ايش راح نعمل لو بدنا نغير طبيعة اللود الآن، فراح أغير طبيعة اللود، راح أبدأ أعملها اندكتيف وبعدين راح نعملها هيفلي اندكتيف. إذا هون أنا حطيتها هذه واحد، هذه 32 ملي هنري. خلينا نعمل ران ونشوف شو بصير عندي. خلينا نزيد شوي الزمن عشان توصل ستيدي ستيت، فراح احط هذه هون 1 سكند. خلينا نعمل زوم في المنطقة هاي مثلا هون. هاي بتلاحظوا هون انه الكرنت شكل الكرنت بطل زي شكل الفولتج ويف فورم، مضبوط؟ صار في ريبل، والريبل هذا طبعا جاي من الويف فورم اللي موجودة هون لأنه ماله بزيد، لكن لاحظوا إمتى الفولتج بيبدأ ينزل وبوصل زيرو هون، لكن الكرنت باخذ وقت وبيتأخر عنه. ليش بتأخر الكرنت عن الفولتج؟ لأنه ليش الكرنت عماله بتاخر عن الفولتج؟ لانه اندكتيف لود، مضبوط؟ لاحظوا طلع الكرنت هون وطلع الفولتج هون، الفولتج عماله بينزل هون باتجاه الزيرو عند النقطة هاي، لكن الكرنت بينزل هون عند النقطة هاي بتأخر لحد هاي النقطة من هون اللي هي هاي الزاوية تقريبا اللي بينهم هي تناسب مع اللود. لو أنا بديت الآن أزيد قيمة الاندكتنس
فلو رفعت قيمة الاندكتنس ضربتها هون مثلا في 10 وعملت رن. السبب انه الفولتج اللي احنا كنا نشوفه ما كانش بالضبط 100، انه في عندي فولتج دروب على الدايودز. مظبوط؟ طلع هون مرة ثانية، هذه هون هذا الفرق اللي موجود هون هو الفولتج دروب اللي عماله بصير على التو دايودز اللي هون. فأي لحظة من اللحظات في عندي هاد وهاد 0.7 و0.7، في اللحظة الثانية عندي 0.7 و0.7، في حوالي 1.4 أو أكثر فولتج دروب. إذا هون لو جينا طلعنا الآن، خلينا نعمل زوم في المنطقة هاي، لسه عماله بزيد. فلو زدته شوي من هون، خلينا نزيده مثلا لثلاثة ونعمل رن. في طبعا ترانزينت ريسبونس عماله باخذ وقت لحد ما بيرتفع قيمة الكارت بسبب قيمة الاندكتنس الكبيرة. شو بنتوقع كل ما زدنا الاندكتنس بالنسبة للريزستنس ايش بصير في النهاية؟ الكارت الكارت بتحول لدي سي، تقريبا بيقترب من دي سي. بهاي اللحظة بصير الاسامبشنز اللي عملناها عن الهارمونكس صحيحة. الكارت لازم وصل تقريبا يصير دي سي، هلا تقريبا هون يعني وصل تقريبا قيمته النهائية. وإذا بتطلعوا بتشوفوا الريبل صغير جدا في هذا الكارت. تقريبا عمل سيتلينج في ريبل بسيط. طبعا لو بدي اخفف الريبل هذا اكثر بدي اروح على اندكتيف لود، مور اندكتيف لود. شو مستفيد اللي عندي تقريبا؟ هلا هو هذا هون عشان يعني اذا عندي لود زي هيك، زي مثلا بعض المحركات والماتورات، بصير عندي هون الدي سي بكون ما فيش ريبل رايح على اللود، فرايح بيور دي سي على اللود. التورب ما بكونش في تورب بالسيشن في المحرك. خلينا نطلع هلا هون، هي شايف واضح تقريبا الكرنت قديش تقريبا قيمته؟ حوالي 61 62. هلا بدي احسبه، هلا رح نحسبه بعدين، بدي اخذ الافرج فولتج واقسمه على ار. اذا طلعت الافرج تبع هذا الفولتج وقسمته على ار المفروض يعطيني هاي القيمه. رح نشوفه هلا كمان شوي بعدين. هلا بالحاله هاي إذا كان عندي الكرنت اللي بمر في اللود تقريبا دي سي، راح الاقي انه هذا الكرنت اللي بيجي من السبلاي تقريبا بتحول لسكوير ويف. خلينا نحط كرنت ميجرمنت على السبلاي. صحيح، هذا بيعتمد كمان على الانرجي اللي موجودة فيه. ميكانيكال انرجي، ميكانيكال انرجي موجود فيه. هلا هون هذا عندي الكرنت اللي هو عفوا مش الكرنت ميجرمنت، هذه هون تكملة الدائرة. هلا هذا هون الكرنت ميجرمنت، بدي ازيح هذا السبلاي من هون عشان اقدر احط الكرنت ميجرمنت هون. إذا هذا عندي هون الكرنت ميجرمنت، هذا راح يقيس اللود كرنت. وهذا راح يقيس السبلاي كرنت. صغر الاسم بس. هاي شبك معنا. هلا بدنا نزيد عدد الشانلز هون، خليهم ثلاثة.
بيهمني هذا هو اللون الثالث اللي هو ساين، شانل الثالث اللي هو السبلاي كرنت. تخرجكم السبلاي كرنت انه تحول بدل ما يكون ساينوسويدال صار تقريبا سكوير ويف. هنعمل زوم هون. هلا اذا بتطلع شايفين اللونين، اللون هذا اللي هو المجنتا هو الشانل الثاني اللي هو اللود كرنت، بس هاي القطعه اللي موجوده هون هي السبلاي كرنت. بكون متاكد منها مزبوط حتى نشوفها بشكل واضح. راح اشيل الشانلز الاثنين الفولتج والكرنت، وراح اخلي بس السبلاي كرنت. ننزل هاي واحد تقريبا. اذا بتطلع هون شايفين القطع هاي، بطل هذا ساينوسويدا. لما بدينا نسحب دي سي كرنت في اللود هذا تحول تقريبا لسكوير ويف. وبتتذكروا احنا عملنا الهارمونيك اناليسيس لسكوير ويف؟ متذكرين؟ لما عملنا الهارمونيك اناليسيس لسكوير ويف اعطاني الكومبوننتس اللي هم كانوا 1 على 3، 1 على 5، 1 على 7 على الفريكونسيز المختلفه.